إذا سلم الإمام وعليه نقص في الصلاة، وهناك مأموم قام ليقضي ما فاته من الصلاة وعلم الإمام بالنقص وقام ليكمل ما نقص من الصلاة، والمأموم صلى ركعة وبقي عليه ركعة، فهل ينضم المأموم مع الإمام مرة أخرى أم يستمر ويقضي ما فاته من الصلاة، وهل عليه سجود سهو أم لا؟ إذا سلم الإمام وقام المسبوق ليأتي بما فاته، نعم. ثم إن الإمام تذكر أن عليه نقصا في الصلاة فقام ليكمله، فالمأموم مخير حينئذ بين أمرين: إما أن يمضي على انفراده عن الإمام ويكمل الصلاة، وإما أن يدخل مع الإمام ويتابعه فيما بقي، فهو مخير بين الأمرين. الله تعالى أعلم. يعني حتى لو فرضنا أنه قد أنهى ركعة من التي كان يقضيها، يجوز له بعد ذلك أن ينضم مع لا الإمام؟ مانع من ذلك. يعني لو فرضنا أن الإمام سلم من اثنتين من الرباعية، نعم، وقام المأموم والمأموم فاته مثلا 3 ركعات، نعم، أدرك مع الإمام ركعة، ثم قام الإمام وقد صلى المأموم المسبوق مثلا ركعة أو ركعتين مما فاته نعم، وبقي عليه ركعة، ثم قام الإمام ليكمل، فإنه ينضم معه فيما بقي، ينضم معه. ينضم معه فيما بقي، لو لم ينضم سواء معه، كان نعم، ما بقي قدر ما فاته أو أقل منه، نعم، فله أن ينضم معه ويتابعه في الصلاة. لو لم ينضم عليه سجود سهو إذا أكمل الصلاة. نعم، عليه أن يسجد للسهو لأنه يتبع إمامه. نعم.